واحلى حاجه في مصر انها تغني. يا رب دايما مصر تفضل تغني، كلنا نغني، اللي صوته حلو واللي صوته وحش برضو يغني، لان الغنى ده حياه. الحقيقه انه النهارده معانا يعني مواهب جميله جدا، عايزين نترك الحلقه كده ونترككم بذكرى حلوه، وهي الذكرى دي هتكون صوت الجيتار والكمان، اخر حاجه هنتركها لكم من حلقتنا النهارده. معانا مواهب جميله جدا عاملين مع بعض فرقه حلوه، فرقه ابو القاسم، هنشوف اعضاء الفريق ونعرف منهم بقى اهم المقطوعات اللي بيعزفوها. برحب باحمد ابو القاسم الجيتاريست والملحن، اهلا بيك يا احمد. اهلا بحضرتك. وبمارينا نبيل عزفت كمان، اهلا بيكي مارينا. وبمجدي سليم عازف الجيتار، اهلا بيكم. أهلا. الاول كده فكره سريعه بس، اتقابلتوا ازاي وعملتوا الباند ده احمد؟ احنا اصحاب من بدري يعني. هو مبدئيا احنا مش باند، تمام. هو احمد، احنا كلنا متفرعين يعني. احمد بيوزع مزيكا وبيوزع لمجدي القاسم والكريم محسن والناس دي، وانا بلحن اغاني وفي مسرح، تمام. ومارينا بتلعب كمانجا وفي الاوبرا. كل واحد يعني بيعمل يعني هوايته لوحده، لكن في النهايه اجتمعتوا مع بعض عشان بنتجمع. بس احنا بنتجمع احنا الثلاثه ساعات وبنعمل عمل كده وبنقدمه. بس يعني بتوزعوا اللحن عليكم يعني، مارينا تاخد الجزء بتعمله بالكمان وانتوا جزء بالجيتار ده برضو يعني ابداع في حد ذاته. بنكون مزيكا كده. اوكي، اشتغلتوا مع بعض يعني عروض انتوا الثلاثه، ولا ده بس على مستوى الهوايه مع بعض بتقعدوا كل واحد بيشتغل؟ لا، انا مع بعضنا على طول، ومارينا متواجده على طول في فرقه سمير الاسكندراني على القناه الثالثه كل جمعه. انا احمد ابو القاسم عملنا حفلات كتير قوي وانا ومجدي مع بعض يعني على طول دايما. بتعملوا حفلات في ساقية الصاوي مثلا ولا عملنا في ساقية الصاوي يعني. عملنا في جامعه عين شمس وفي حتت كتير كده اهوت يعني. كرمنا أنا كمان. انا مش عايزه اضيع وقت كتير في الكلام، وانا عارفه ان انتم مش عايزين تتكلموا كتير قد ما تعزفوا، وانا كمان عايزه اسمع. سامعه ان انتم عندكم موسيقى عمر خيرت، انتوا هتأسروني النهارده، انتوا عاملين فيا حاجه جامده جدا. نبتدي عمر خيرت، يلا. المقطوعة ايه؟ قضية عم احمد. قضية عم احمد، يلا ورونا القضية دي شكلها ايه. اتفضل. الجمهور الوحيد النهارده، بس اكيد الناس في البيوت لو كانت يعني شايفانا اتمنى كده هيبقوا مبسوطين قوي. مارينا، انتوا بتتدربوا، لازم تكونوا بتتدربوا كتير علشان يعني توصلوا للمستوى ده من التناغم، تقدروا تسنكوا مع بعض يعني. اهم حاجه تكنيك الايد، لو في تكنيك هيجيب كل ده يعني، بعد كده ده كله بيجي بالسهل يعني. طب قولوا لي، انتوا بتدرسوا ولا بتعملوا ايه غير الهوايه الجميله دي؟ انا في كليه اداب جامعه عين شمس. طب احمد في كليه اداب، مارينا في اولى ثانوي واخده دي كده هوايه يعني. بس جميله. انا درست، انا اتصدر علوم سياسيه جامعه القاهره، و ده حاجات مختلفه تماما. من اداب لثانوي. ماليش علاقه بالوسط.
بس اتقابلتوا ازاي انتوا جيران مثلا ولا يعني اللي جامعه ما بينكم من كل المشارب دي؟ انا والقاسم اتقابلنا في التلفزيون، كنا في حلقه مع سمير الاسكندراني. من ساعتها بقى بقينا مع بعض يعني. يعني دي حلقه بتتبنى المواهب وبتقدمها، فتعرفتوا على بعض وعرفتوا تعملوا الموضوع ده سوا. انا وابو القاسم برضو اتقابلنا في الاوبرا، بس كان في موقف كده حصل وقعدنا مع بعض. احكي لنا الموقف ده لطيف. يعني كنت قاعد كده في الاوبرا فشفته، طبعا ابو القاسم انبهرت بيه جدا، وانا رحت اتعرفت عليه. طبعا الانسان لازم أن يعرف اللي مستواه اعلى منه علشان يتعلم منه. فانا طبعا سعيت ان انا اصاحبه قوي وابقى انتيمه، فاهمه؟ وتعلمت منه حاجات كتير. هو اللي ظبطني مع الفيس بقى على اليوتيوب، والفيس مجدي ده روحك. عشان كده معايا على طول. انتوا اديتونا حاجه عمر خيرك كده لطيفه، وعارفه ان انتوا برضو عاملين حاجه عمرو دياب مجهزينها. بنحب كفرات الاغاني قوي نلعبها مزيكا، بس زي التراكوه دايما بيعملوا كده عامه يعني. فاحنا بنحب الجو ده. طب انتوا ما عندكوش حاجه تركي نعملها النهارده؟ هنلعب بقى حاجه بعد دي ان شاء الله. لو في حاجه احنا مبدئيا احنا شغلنا كله اساسا اسباني، يعني بنحب الحاجات اللي هي الاسباني. طب احنا معاكم، احنا مش عايزين نتكلم خالص، عايزين نسمع الليله سبع النهارده سبع. يلا عمرو دياب بينا معانا. يلا 1 2 3 قصاد عيني. قولي احمد، انت لحنت لمطربين معروفين؟ انا عامل حاجه ان شاء الله، حاجه توزيع كده جيتارات، عشان انا بحب الجيتار جدا يعني. فعامل حاجه لاتين كده للفنان مجد القاسم، بس يا رب بقى ينزل بقى، عمالين نقول له يلا. ان شاء الله. طب ايه، هتسمعونا حاجه برضو سبانش كده او لاتين زي ما انتوا بتحبوها؟ لسه معاك بقى شغل الجيتار نفسه. طب بقى دي حاجه بتاعتكم انتوا بس، دي مش بتاعت حد. يلا بينا. واحد تاني. Thank you.
افتكرتها. قول اللي انت عايزه النهارده بعد اللي سمعته لي بقى، قول له اي حاجه. انا حاسس ان امي بتتفرج عليا دلوقتي، وفي طبعا امهات كتير جدا، فانا نسمعهم انت عمري يعني. الناس طبعا يعني نبقى عملنا شبابي وعملنا قديم. بقول لك ايه، ما بلاش اعيط في اخر الحلقه لو سمحت، عشان الموضوع حساس قوي بالنسبه لي. اوكي، يلا لكل الامهات اللي بنعشقهم ويا رب يخليهم لنا دايما، انت عمري. لكل الامهات. احلى ختام، انتم بتهدوها لكل ام، وانا واثقه ان كل ام بتهديها لاولادها، انتم عمرنا. صنعتم يوم حلو قوي معانا، انبسطنا جدا معاكم النهارده، يوم حلو وجديد بيثبت انه شعار علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه موجود. يا رب يكون لسه دايما الاغاني ممكنه. فكره انا نوبي اساسا يعني. مجدي من كمان بلد محمد منير كده، حبي ليك هيزيد بقى مش معقول. انا بموت في النوبه، بموت في النوبه. بشكركم جدا، وفعلا صنعتم يومي وصنعتوا يوم المشاهدين، يوم جميل معاكم. بشكركم احمد ومارينا ومجدي، شكرا جزيلا ليكم، ودايما يا رب معانا وبتسعدونا بالعزف الجميل ده ومن تقدم لتقدم. بشكركم اعزائي المشاهدين، دي كانت نهايه يومنا النهارده. يا رب يكون يوم سعيد. علوا صوتكم بالغنى، لسه الاغاني ممكنه، ولسه الفن قادر على انه يصنع شيء جميل جدا في البلد دي. الى اللقاء. كل يوم هنصبح عليه